يسأل جناب القمص عن محمد، لماذا لما ذهب إلى الغار لم يعرف كما رأينا في القصة، لم يعرف من الذي قابله، هل هو جني، شيطان، هل هو ملاك، وذهب يرتعد، لماذا لم يعرف محمد صاحبه؟ مع احترامي لرأي حضرتك في السؤال، لكن محمد لم يظن قط ولم يفكر قط أنه ملاك، هكذا تقول السيرة. كان يشك دائما أنه جن وأنه تابع وأنه مس وصار له جنن، تقول كتب سيرة هكذا قالت، ولم تقل إطلاقا كتب السير أنه ظن أنه ملاك. كان ليه بقى؟ لأن ظهور الملاك، ظهور الملاك لإنسان كان بيبقى مصاحب بعلامات، أهم علامة تصاحب ظهور أي ملاك على طول التاريخ المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد أن يعطي سلاما. نأخذ مشهد مثلا، ظهر على العذراء مريم قال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. ظهور يعطي سلام، يعطي راحة، يعطي طمأنينة. لكن ظهور جبريل ده هو اللي اسمه جبريل لمحمد كان مصحوبا بشيء غريب جدا، كان بيخنقه كما رأينا في القصة، كما رأينا في القصة. إذن لابد أن يشك أنه جن وتابعه. كما كنت تقول جناب القمص، كنت تقول بأن علامات ظهور الملاك هي سلام، ما حصل لمحمد لم يكن أبدا من أعراض السلام، رعب. خنقه كما قالت القصة 3 مرات. يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، يخنقه. طيب يبقى ده ملاك، إزاي جاي يخنق؟ الملائكة تأتي ملائكة رحمة، احنا بنشبه الملائكة بملائكة الرحمة. ملائكة تأتي لتعطي حياة لأن تخنق البشر. ومن هنا كان شك محمد، مش ممكن يكون ده ملاك، ولم يظن أنه ملاكا، لكن كان شكه أنه شيطان، وراح لخديجة وقال لها هذا. قال لها رأيت تابعا أو مسني جن. ده كل شكوكه. شكرا جناب القمص.